الهاويه، راه القطار غادي الهاويه، راه الفلوس كثير، راه يعني النظام ما كاينش، ما منظمش الحفله، الحفله ما منظمش. كانوا الموزعين كيلعبوا دور خطير في الشراء عند المربيين، كيشربوا باش بغاو عند المربيين، وكيبيعوا باش بغاو لصحاب الرياشات. نهار 15 في شهر 8 اضطرينا باش نجمعوا المربيين، على الاقل اللي تعرفوا، على الاقل اللي لا بيبيعوا يعرفوا شكون اللي كيبيع باش ما يفتزهمش الموزعين. كي داير هذا البيع؟ البيع هو كنشوفوا الزاويه والضرب اذا شحال باش خرجت، وكيزيدوا عليها واحد 10 ريال ولا درهم الا كانت السلعه قليله، والا كانت السلعه ما كايناش كيديروا درهم ونص ديال الفرق باش الموزعين يطلعوا يجيبوا السلعه من مراكش ومن شيشوا ومن ميتانوت ومن اسفي ومن المناطق اللي فيها السلعه. ولكن ملي تكون السلعه في اكادير خص يتقاد السوق مع الزاويه، وهذا الشيء هو باش معروف الدجاج. الدجاج كيتباع ما بين الفلاحة وما بين الموزعين في مناطق أخرى بحال دار بيضاء، بحال الزاوية، حيت دار بيضاء والزاوية هي هما الأم ديال السوق، وجميع الأسواق المغرب كيتبعوا الزاوية والدار بيضاء. حنا كنتسناو حتى كتخرج دار بيضاء كما قلت لك، كديروا واحد 10 دراهم أو درهم حتى 30 ريال ديال الفرق على الزاوية. نهار 18 وقع لي المشكل مع الموزعين. انا وليت كنهز داك الميساج شحال باش تباع الدجاج، ال 10 ديال النهار ولا ال 11 كيرص السوق ديال الدجاج، كنهز داك الميساج كنلوحو لصحاب الرياشات باش يعرفوا باش يخلصوا الموزع. الموزع ملي كيبي يتخلص عشيه كيوقع ليه مشكل مع مور الرياشه، يعني كيلقاه مور الرياشه مثلا بحال نهار 18 لقيناه كيشري الدجاج في شي شوا ب 21 درهم و20 ونص، وشاري في اكادير ب 23 و22 و75 فرنك، ولكن يوزعوا ب 26. ملي جاي بغى يتخلص قال لي 26 درهم، قلت ليه بزاف، زيدنا في الهضره، لحقت ليه سميتو درهم ونص، ما بغاش، لحقت ليه جوج دراهم يعني 25 درهم للكيلو، 100 كيلو شديد عنده 100 كيلو ب 250 فرانك. قال لي الدجاج ما غاديش تشوفه مازال. قلت ليه علاش، واش الفوضى هذه، واش الثمن اللي درته، واش انت مدي 3 درهم فين غادي، مالك اش علاش؟ قال لي يا سيدي ندو اللي بغينا، حنا هذا الشيء راه درته لي. قلت له شحال كاين في السوق، شحال باش تباع الدجاج اليوم في الفيرما؟ قال لي ماشي شغلي، هذا الشيء راه درته لنا اللجنه ديالنا اللي كتخرج السوق، راه خرجت 26 درهم. هكاك مزيان. قال لي من اليوم راه ما غاديش تعول على الدجاج مازال. اودي الله يهديك. قال لي من اليوم راه الدجاج ما غاتشوفوا. قلت له هذاك هو النهار المزيان اللي الا درتو هذه القضيه هذه. فعلا الغد ليه ما جانيش الدجاج. دار في الليل سميتو الهضره بيناتهم بيننا ويقضاد ما يتخواش ليه الدجاج. تسنيت عيط والو ما كاينش، بقيت كنشوف اتجهت للاعلام. الاعلام عيط لهم الله يجزيهم بخير، جاو تصنتوا ليا وشافوا المحل ديالي خاوي جالس بلا سلعه واقف. راكم شفتوا كل شيء في الاوديو. من بعد طار هذا الميساج هذا، والبارح اتصل بيا واحد السيد قال لي باش نطفوا هذا الشيء ونتصالحوا ونديروا واحد مصالحه بيناتنا. جوج الناس كاع اللي اتصلوا بيا. قلت الله يسخر بشرط. اشنو هو الشرط؟ هو ندير واحد درهم ونص ديال الفرق ديال الهامش ديال الربح ديالهم، باش ما شريتي باش ما تبع اكادير درهم ونص ديالك، ونديرو محضر ونوقعوه ونحطوه في المجلس المنافسه ولا في عند السلطه، المهم نديرو واحد المحضر بيناتنا ما بين الجمعيات الوحده لبيع الدجاج وجمعيه فولكي لبيع الدجاج بالجمله. اتصل به ذاك السيد، اتصل برئيس الجمعيه ديالو ديال جمعيه افولكي، ما بغاش. تسنيتهم انا البارح، قلت لهم عطيتهم واحد الانذار، قلت لهم اودي راني تعلمت باش نمشي نحط شكايه. تسنيت البارح ما كاينش، اليوم ما كاينش، اليوم دابا هاني تلاقات مع السبت والحد، دابا راه الاثنين، راه الا ما يعني ما درنا التحل راه غادي نحط شكايه.
انا اضطريت باش ندير طوموبيل ونجيب بها السلعه من الكوري. دابا هذا هو الحل اللي عندي، انه ما حتى واحد ما غادي يخوي ليا. اضطريت ندير طوموبيل ومشيت درت لها الرخصه اليوم، ودبرت على القفوزه. غدا غادي نشارجي الراسي وغادي نفرق على، غادي نخوي المحالي، وبعد الناس اللي بغى شي شويه يتعاون معايا في المازوت مرحبا، ما كاينش غادي نخوي غير في المحالي. غادي نشري عند الفلاحه. اي مباشره. رساله للمهنيين، رساله خص الانسان ما يرضاش بالدل. الانسان يقول الحقيقه، ما رضاش انا بواحد يجي يستعمرني، ولا نخاف منه يقطع عليا السلعه، ولا نخاف هو ميش بحال مثلا كمربي نخاف ما يجيش يشري عندي، او لا كتاجر نخاف ما يخوي لي شي السلعه. راه رزق على الله، راه ما كيس الله باب حتى كيحل البيبان. الانسان ما عمره يعتقد بالله تبارك وتعالى ويقول الحقيقه، وراه ربي كينصر الحقيقه، راه ما يمكنش يخليك الله، انا الله خلقك برزقك. ضامنوا معنا الناس، والله يجزيهم بخير، وكنشكر كاع المشاهدين اللي شاهدوا هذا التصريح ديالي، وكنشكر كاع من ضمن معايا، وكاين اصدقاء عيطوا لي قال لي هاد الطوموبيل هاد السلعه، والله العظيم كاينين ناس من قول ميم عيطوا لي وقال لي هاد الطوموبيل هاد السلعه، واجي دي الباياج وخدم على راسك. وكنقول لهم اودي الله يجزيكم بخير، الله يقبل لكم، الله يجزيكم بخير. كاين مربيين بزاف اللي ضامنوا معايا، المربيين ضامنوا معايا بزاف. تصور استاذ، كاين بعض المربي عيط لي قال لي واخا تصدع 10 ايام راه اللي ضاع عليك نخلصوا لي. علاش؟ قلت غير الحقيقه. ولكني انا كنشكر الجميع، وكنشكر رجال الاعلام الله يجزيهم بخير، هما اللي بينوا الحقيقه. وكنشكر هذه الهيئه الوطنيه لجمعيه حمايه المستهلك اللي داروا لي هذا التكريم اليوم، ووقفوا معايا، وقفوا مع المواطنين، وقفوا مع المستهلك. كنحيوهم بزاف وكنشكرهم، كنبغوا بحال هذه الادارات يكونوا عندنا بزاف في المغرب، ويكونوا في جميع القطاعات. المشكله وقعت وعطانا معطيات اللي هي مهمه، اللي حنا غنسعاو لا حنا ولا الناس المشتغلين في هذا المجال هذا، من اجل تسليط الضوء على القضيه اولا وتحليل